منتابع نحن وياكم أحبائنا باتصال مباشر مع الخوري ميشيل قنبر الأمين التنفيذي لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية بالشرق الأوسط. أبونا ميشيل الله معك. الله يحفظك، يعطيك ألف عافية، تحية لك ولكل المستمعين والمشاهدين. نحن منحييك، اشتقنا لك تكون معنا بالاستوديو. اليوم عم نحكيك عبر الهاتف، بدنا نحكي معك عن وديعة الإيمان وهاللقاء السنوي لطلاب كليات اللاهوت بلبنان. نعم، بالواقع هيدا اللقاء الأول من بعد ما رجعت، يعني انطلقت من جديد رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية بالشرق الأوسط. نعم، بتعرفي هالرابطة هي تأسست من زمان كتير، من بالستينات، الستينات القرن الماضي، وكانت فاعلة على صعيد العمل المسكوني كتير بالجامعات، يعني كليات اللاهوت والمعاهد اللاهوتية. توقفت لفترة، هلأ من سنتين رجعنا أطلقنا نشاطها، وهاللقاء هيدا هو أول من بعد غياب أكثر من 20 سنة. فرح يكون عم يجمع يعني بلبنان. هلا نحن في عنا 6 كليات ومعاهد لاهوت منتمين للرابطة، هن رح يكونوا عم يجتمعوا كلهم سوا بجامعة الحكمة من الله راد بكرة 20 الشهر، للقاء طويل من 9 صباحا للأربعة بعد الظهر. يوم طويل للحديث عن وديعة الإيمان، يعني شو أخذنا وكيف عم نسلم، يعني هل كأنه هل مش على المضاء من الماضي للحاضر للمستقبل، قديش إيماننا هو ركيزة أساسية تنقدر نكمل ونكون هالقد عنا هالرجاء الكبير بالحياة بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. ما في شك، يعني وديعة الإيمان يلي سلم الرب يسوع لرسله بعدها مستمرة اليوم مع كل الرسل، الكهنة، الأساقفة يلي عم يحملوا هيدا الرسالة، والعلمانيين كمان اللي عندهم الكهنوت الملوكي، وهذا يلي عم نشوفه اليوم بكليات اللاهوت، انه في عنا كتير من الناس يلي منهم الإكليروس عم يدرسوا لاهوت، وهذا فعلا فرح كبير لنا. الجميل بهذا اللقاء أنه هو جامع العائلات الكنسية الأربعة، يعني نحن عنا الكاثوليك رح يكونوا موجودين، الأرثوذكس الشرقيين موجودين، الأرثوذكس موجودين، والإنجليين كمان موجودين. هيدا فعلا مهرجان مسكونة إذا بدك. منشوف لقاءات جميلة جدا عم بتصير على صعيد القاضي الروحيين البطاركي والأساقفة، بس هلأ هيدا اللقاء هو على صعيد القاعدة، يعني على صعيد الشباب والصبايا واللي عم يتحضروا ليكونوا خدام وكهنة ومبشرين، عم يتلقوا اللاهوت لحتى يبعثوا هيدا الرسالة للآخرين. نعم، هن اليوم مجموعين لحتى ننظر بكتير من التحديات اللي عم تواجه اليوم إيماننا. وهيدا يعني نحن السنة ركزنا على موضوع له ارتباط بحياة الطلاب الجامعيين يلي وقت عم يوصلوا على الجامعات من بعد ما للأسف مرات كتير ما عم بيكونوا عندهم، يعني إذا بدنا نقول ركيزة تعليمية مسيحية صلبة، بس عم يوصلوا على الجامعات عم ينجروا مع طيارات كتير عم بتكون موجودة، أو مرات كتير عم بيتعرضوا لتنمر حول إيمانهم. صحيح، هذا الشيء بخليهم يقولوا المسيح وين، ما هل هو الله مثلا، الكتاب المقدس هل هو حقيقة كلمة الله، فشو بده يكون الجواب على هيدا الشيء. نحن رح يكون في عنا لاهوتيين يعني متخصصين بالعقيدة ومتخصصين بالكتاب المقدس عم بيواكبوا هالشبيبة اللي هن طلاب اللاهوت بهيدا اللقاء بكرا الله راد، لحتى يكونوا عم بيوضحوا هول المفهومين، خاصة يعني الكتاب المقدس واللاهوت المسيح. نعم، أبونا ميشيل، إذا بدنا نحكي عن الطلاب خارج هذه المعاهد، معاهد اللاهوت، ماذا عن التعليم المسيحي اللي عم يتنشأوا عليه؟ ما في شك إنه اليوم هيدا موضوع يعني شائك جدا. أنا برأيي موضوع التنشئة المسيحية، ما في شك إنه في عنا بكنائس متعددة نشاط مهول وجميل جدا ومنظم وموثوق، بس اليوم
اللي عم بيساعدنا بالتربية هي للأسف مرات كتير وسائل التواصل يلي عم تعطي تعليم مرات من عبر أشخاص غير موثوق بما يعلمون. نعم. وهودي مرات للأسف بيجذبوا أكتر من التعليم الرسمي. يعني ممكن يفوتونا بمتاهات أبونا. 100% 100%. هذا بالإضافة أكيد يعني لأنه التحديات كمان للطلاب بجامعاتنا من قبل أشخاص منهم من الإيمان المسيحي بيجوا بيقولوا لهم أنا بقول لك أنت عم بتقول إنه المسيح هو الله، إيه أنا بقول لك هيدي الآية الإنجيلية اللي تناقض ما تقول أنت. نعم. يوم نعم. هذا بينوهل بيتفاجأ بيقول إيه هذا بيعرف بالإنجيل وهو عم بيجيب لي آية، وياما مرات بنشوف طلاب عم يجوا يقولوا لنا ليك شو بتقول هذه الآية أنتوا شو بتعلمونا. فإذا يعني كل هالحالة هيدي من عدم الاستقرار بالتعليم بيجي هذا اللقاء اليوم لحتى يشتشد البراغي، خاصة مع يلي عم بيتلقنوا ليصيروا هن معلمين، على أمل أنه يوسع البكار أكيد ويصير التعليم يعني هل الرسمي أبونا هو يلي. نعم. هل لقاءات دورية أو لقاء بفترة بس معينة؟ هلأ نحن السنة بلشنا لقاء مع الطلاب، أكيد هذا ما رح يتوقف، رح يصير سنوي. كنا نحن سنة الماضية بلشنا، كنا بمصر جمعنا مندوبين من الكليات من 18 كلية ومعهد الموجودين بالشرق الأوسط كله سوا، عملنا لقاء معهم لمدة أسبوع وكان مميز جدا. هلأ عم نعمل بالمناطق، يعني بمصر عم بيصير في لقاء لكل طلاب اللاهوت بالكليات اللي موجودة بمصر، نحن بلبنان عم نعمل لقاء لكليات لبنان، للأسف ما قدرنا نكون عم نجمع معنا كلية اللاهوت اللي موجودة بسوريا وكلية اللاهوت اللي موجودة بالعراق يلي هن من إطار منطقتنا بسبب الظروف الأمنية اللي الكل بيعرفوها. نعم. بس يعني عم بيصير في لقاءات مناطقية وكمان عم بيكون في لقاءات بتجمع الرابطة كلها سوا بالشرق الأوسط كله. نتمنى لكم كل التوفيق. بنشكرك على حضورك معنا أبونا ميشيل القنبر، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. شكرا وألا معك.